وعودة مرة أخرى لاجتماعات مجموعة السبع. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من نيويورك أمجد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة أفاكس دي دي. مساء الخير أستاذ أمجد، وبداية لو تحدثنا عن الاجتماع المقرر عقده الليلة بشأن فيروس كورونا. طبعا سيكون كما هو معتاد في مثل هذه الاجتماعات هذه الأيام اجتماع افتراضي، ما الذي يمكن أن تقدمه مجموعة السبع للمساعدة في أزمة كورونا؟ كما أشرت حضرتك، والاجتماع اليوم جاء بناء على الولايات المتحدة هي التي ترأس الفترة الحالية من اجتماعات الدول السبعة، العظماء السبعة، وهو الاجتماع الأول. هيليه اجتماع أيضا هيكون في شهر مايو، لأن الاجتماع الفعلي كان هيكون مفروض في شهر يونيو القادم في فلوريدا، ولكن تم إلغائه بسبب الفيروس. كما أشارت التصريحات اللي خرجت من البيت الأبيض أنه هيكون التركيز الأكبر في الاجتماع على قضايا الصحية، كيفية التعامل مع الفيروس في هذه الدول، الوضع المالي، كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هذا الأمر، كما أيضا هيناقشوا المساعدات الإنسانية اللي بتقدمها الدول العظماء السبعة لبقية دول العالم وخاصة دول أفريقيا، بالإضافة إلى الجانب العلمي والتكنولوجي في كيفية التعامل مع الأدوية الخاصة بهذا الفيروس والمصل واللقاح. أيضا بتتم مناقشة كيفية التعامل مع منظمة الصحة العالمية، هناك رغبة أمريكية واضحة لإحداث تغييرات جوهرية في كيفية عمل منظمة الصحة العالمية. أعتقد دي كلها من الأمور اللي هيناقشها الرئيس ترامب أو ناقشها بالفعل مع رؤساء الدول، خاصة أنه الرئيس النهاردة ترامب في خلال ساعة تقريبا هيكون لديه مؤتمر صحفي آخر للإعلان عن كيفية بدء إعادة فتح الولايات المتحدة مرة أخرى. فهو لا ينطق فقط إعادة فتح الولايات المتحدة إلى العمل مرة أخرى، لكنه ينسق مع بقية الدول الكبرى كيفية أن يتم إعادة الاقتصاد العالمي كله مرة أخرى إلى العمل، لأنه مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هيكون هناك فتح للطيران للسفر ما بين هذه الدول، فهناك تنسيق، يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين هذه الدول، خاصة الدول العظماء السبعة هي الدول الأكثر تأثرا بفيروس كورونا خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. فده هيكون جانب من الأمر اللي هيتناول اليوم بإذن الله. شكرا جزيلا لمشاركتك الأستاذ أمجد عطية، رئيس التنفيذي لأفاكس دي دي.